بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان دستور أحد يفرع تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا 17 بمجموع الأشواط والذي خصص للبكار، يعتبر من ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. اتقدم مباشرة وننطلق مع قنوات دبي ريسنج مع الاسماء المنطلقة والشعارات الحاضرة على ارضية هذا الميدان. مباشرة نطالع المقدمة والصدارة، ما تحمله دائما من اثارة في حضور هذه الشعارات. اتابع المركز الاول صدارة هذا الشوط مع شواهين صالح بن سالم بن سالمين العامري، يتقدم على المركز الاول. المركز الثاني بهرج سالم بن مطر بن حاذا الاجتبي. المركز الثالث جبارة حسن بن سلطان الجفال النعيمي القادم على المركز الثالث. النقلة الى المركز الرابع والقادم مطرة حسن بن عبد الله بن غليطة الاغفلي. من الجانب الاخر طرب سعيد بن نايع بشاوي الاغفلي. سادس المراكز شعار الخطير احمد بن سلطان بن رشيد قادم مع مشكورة. المركز السادس تأتي مشكورة لمنصور بن سعيد بن سالمين المنصورية. والمركز السابع تأتي عجايب مبارك بن سالم بن هدفة العامري الواصل مع عجايب ترف سالم بن نايع بن سالم بشاوي الأغفلي. والتاسع وصول من مذخورة سيب بن محمد بن عصيان المنصوري. والمركز العاشر القدوم في هذه اللحظات من الشاهينية مطر بن علي بن علوان الاشتبي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات بأشواط الإنتاج والمنتجين. من الإنتاج فاخر في هذه اللحظات، لحظات يترقبها كل المتيمين كل العشاق. واقترابنا من الكيلومتر الأخير منصور، منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري. يتقدم راعي مشكورة، يتقدم راعي مذخور، يا ما قدم الأسماء في عالم الأصايل. المركز الثاني الشاهينية، الشاهينية مطر بن علي بن علوان، بن علوان هل الخواني قادمين. المركز الثالث الشهامة، أول نداء للشهامة، ثاني بن سيب بن بطية الغفلية. المركز الرابع مذكورة سيب بن محمد بن عصيان، وصل بن عصيان. إثارة إثارة بدأت الإثارة في هذه اللحظات. مبارك مبارك بالصغير المالكية يصل مع إثارة، يصل مع إثارة. ياهي معركة ياهي إثارة ما بين رعي العشواء ما بين الغفلي ثاني بن سيف وما بين رعي إثارة. راح رعي إثارة لـ400 متر الأخيرة شوط الإنتاج والمنتجين. راحت إثارة مبارك بالصغير بن حمود بن سعيد المالكي. ما شاء الله يقدم نجومية، يقدم نوعية على أرضية ميدان دستور. سلام يا السلطنة، سلام وسلام يفوقهم للمالكية. راعي إثارة راعي إثارة تهانينا والناموس لمبارك بالصغير بن حمود بن سعيد المالكية. أشكرك يا راعي إثارة تهانينا والناموس. المركز الثاني الشهامة، ثاني بن سيب بن بطل الغفلي. المركز الثالث مشكورة لمنصور بن سعيد السالمين المنصوري. المركز الرابع دمعة لأحمد بن خليفة بن سلطان المنصوري. المركز الخامس وصل الترف لسالم بن نايع بن سالم بالشاوي الأغفلي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام.
حضورنا الكريم متابعينا أمام الشاشات، نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول إثارة. 4:36، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت إثارة. تهانينا ناموس المبارك بالصغير بن حمود بن سعيد المالكي، المركز الثاني 4:38، 3 أجزاء من الثانية. الشهامة لثاني بن سيف بن بطي بن عبيد الغفلي، المركز الثالث مشكورة ورعي العشوة، 4:38، 3 أجزاء من الثانية. منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري، تهانينا والناموس للجميع.